اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في اولى حلقات برنامج وادي الشفاء. وبما اننا ان احنا قلنا وادي الشفاء، فيبقى كان لازم نزور مستشفى وادي الشفاء. واحنا بنعمل الحلقه دلوقتي من داخل مستشفى وادي الشفاء، وهنستضيف فيها اطباء استشاريين واخصائيين في جميع التخصصات، وهنتكلم مع بعض في تخصصات كتيره جدا. يعني الحلقه هتكون مفيده وهنتكلم فيها عن اشياء كتير مهمه، وهنتعرف عليهم وعلى المدير الطبي المستشفى الدكتور رامي عزت. دلوقتي لقائنا مع الدكتور رامي عزت، المدير الطبي المستشفى وادي الشفاء، اخصائي البطن العامه واخصائي الجهاز الهضمي والكبد والحميات، وهنتكلم مع بعض عن مستشفى وادي الشفاء، وهنتكلم ايضا عن مشاكل الكلى. دكتور رامي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد. في البدايه دكتور، بما ان حضرتك المدير الطبي المستشفى وادي الشفاء، عايز حضرتك تكلمنا اكثر عن المستشفى. في الاول انا حابب اتكلم عن المستشفى. احنا عندنا في مستشفى وادي الشفاء كذا قسم. في عندنا عيادات، في عندنا عمليات، في عندنا معمل، في عندنا اشعه، في عندنا طوارئ. احنا عندنا العيادات تخصصيه فيها كل التخصصات، استشاريين واخصائيين. عندنا معمل 24 ساعه قايم على خدمه المكان كعمليات وكعيادات. عندنا طوارئ 24 ساعه، وعندنا اشعه اذا كان سونار، اذا كان ايكو، اذا كان اشعات عاديه. فالحمد لله احنا بنخدم قطاع كبير جدا من شبرا خيمه، وفي نفس الوقت بنقدم خدمه كويسه جدا. غير ان احنا طبعا عندنا الصيدليه اللي بتوفر العلاج للعمليات كتخدير، وللعيادات كرشتات بتنزل للمكان. دلوقتي يا دكتور، امراض الكلى انتشرت بشده جدا، واي حد بقى يحلل بقى يلاقي صديد واملاح على الكلى. عايز حضرتك تقول لي اسباب ده ايه؟ وهل لو الواحد اهمل ده ممكن يجيله فشل كلوي ولا لا؟ بالنسبه لامراض الكلى، بص، هو فعلا الفتره اللي فاتت الموضوع انتشر جدا، وده ليه شقين، شق خاص بالبيئة وشق خاص بالمريض نفسه. بالنسبة للبيئة طبعا التلوث زاد بنسبة كبيرة جدا، المية ما بقتش نضيفة احسن حاجة. فطبعا دي بنصح الناس ان هو دايما يحاول يركب فلتر على حد امكانياته، طبعا مش كل واحد هيركب قد التاني. تاني حاجة العادات الصحية، الناس بقت تاكل طبعا الفاست فود، الاكل بتاع برة، الوجبات السريعة، الاكل السريع، كل ده بيأثر على الكلى وبيزود الأملاح، وفي نفس الوقت بيزود الصديد والدم. آخر حاجة بنصح بيها الناس، أولاً الرياضة، ثانياً شرب المية الكتير، أبسط حاجة 2 لتر مية على الأقل في اليوم. آخر حاجة الأكل الصحي، الفاكهة، السلطة والخضار دي أهم حاجة. وأخيراً المواعيد بتاعت الأكل. طبعاً يا دكتور أنا بشكر حضرتك جداً، وطبعاً أنا نفسي أتكلم مع حضرتك كتير، ولكن يعني عشان الحلقة مليئة فالحلقة ضيقة جداً. ان شاء الله طبعا حضرتك هتشرفنا في الاستوديو الاسبوع الجاي ونتكلم باستفاضه اكتر، وانا بشكر حضرتك يا دكتور. شكرا جزيلا، وان شاء الله نكون بنقدم حاجه كويسه للناس، وان شاء الله الحلقات الجايه تبقى فيها حاجات مفيده جدا ان شاء الله يا دكتور. وحضرتك شرفتنا في برنامج وادي الشفاء. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا يا فندم. دكتور رحاب، اهلا وسهلا بيك في برنامج وادي الشفاء. في البدايه عايز اخد حضرتك من عند الولاده القيصري. طبعا في الفتره الاخيره زادت الولاده القيصري بشده جدا، فعايز اعرف الاسباب. هل الاسباب هي اسباب صحيه، ولا الاسباب استسهال من السيدات الحوامل، ولا استسهال من الساده الاطباء؟ كل دي اسباب تلجا لان احنا نعمل قيصريه. اولا الاسباب الصحيه، في التقدم التكنولوجي اللي احنا فيه، امراض العصر، السمنه، الضغط، السكر، دي كلها من الاسباب اللي بتخلينا كاسباب طبيه اني انا الجا اني انا ممكن اولد قيصري. وفي طبعا اسباب ثانيه اذا في وضعيه الطفل فيها مشكله، يعني في بعض الاوقات لما يكون الطفل بالمقعده او جايب العرض، تمام، ده من الاسباب اللي بتخليني اولد قيصريه. الام عندها سكر، بيبقى فيه زياده في حجم البيبي، فبضطر ان انا اولد قيصريه. او الام نفسها عندها مشكله ضغط سكر مش عارفين يظبطوا، فبنضطر نرجع للولاده القيصريه انقاذا للام وانقاذا للطفل. دي من الاسباب الرئيسيه كاسباب طبيه. الاسباب الثانيه بقى بالنسبه لاستسهال المريضه، ان هي بتستسهل لان هي متخوفه من الم المخاض، مش عايزه تتوجع، عايزه بس مجرد عمليه بسرعه ووقت بعد الولاده هاخد مسكن والدنيا هتظبط. ده سبب برضو من ضمن الاسباب. السبب الاخير برضو بس قله طبعا من الاطباء اللي بيستسهلوا ان هم يولدوا قيصر. تمام، يعني حضرتك حابه انك توضحي ان في اسباب صحيه وان في اسباب ثانيه بتبقى بسبب الاستسهال. تمام. طيب دلوقتي لو حد ولد قيصري اول مره، ممكن تاني مره يولد طبيعي ولا صعب، ولا حسب حاله السيده اللي ولدت مثلا قيصري اول مره؟
كل ده بيعتمد على السبب الرئيسي انا ولدتها قيصري المره الاولانيه دي، هل كان في مشكله في الام ولا كان في مشكله في الطفل. اذا كان في مشكله في الام بمعنى ان الحوض ضيق، يبقى ده مش هتولد طبيعي تاني خالص. اذا كان المشكله بسبب ضغط او سكر، لو انا تلافيت المشكله دي في الحمل اللي بعد كده، بس بشرط يكون عدى عليا سنتين من بعد الولاده القيصريه الاولى عشان ادي فرصه ان هي تولد طبيعي تاني، في امكانيه ان انا اولدها طبيعي واتجنب الاسباب اللي دخلتني في القيصريه المره الاولى. اذا كان وضعيه الطفل تسمح بان انا اولد طبيعي، اذا كان مفيش مشاكل في العمليه الاولى، تمام، كل ده بيديني فرصه اني انا اولدها طبيعي. وبنسبه من 80 من 60 ل 80% بتبقى الولاده طبيعيه وبتبقى بسيطه ومن غير اي مضاعفات. بس طبعا بيبقى تحت اشراف طبي كامل للتدخل في اي وقت، لو حصلت اي مضاعفات، لو حصلت اي مشكله، ان انا اقدر اتدخل بسرعه عشان اولد قيصري. طب يا دكتوره، في نهايه اللقاء لو قلت لحضرتك، يعني لو هتدي نصائح للساده الحوامل، ايه النصائح اللي ممكن تديها حضرتك ليهم؟ بالنسبه للنصائح، اهم حاجه ان النظام تغذيه كويس جدا، ما يعتمدليش على، بيعتمد على نوعيه الاكل وليس على الكميه اللي بتاخدها. المفروض ان الستات الحوامل في الثلث الاولاني من الحمل المفروض ان هي بتزيد من كيلو لكيلو ونص، في الثلثين الثلث الثاني والثالث للحمل المفروض ان هي بتزيد من كيلو ونص لاثنين، يعني بمعدل من 11 ونص لحوالي 16 كيلو في الحمل كله. طبعا بيعتمد لي على نوعيه الاغذيه، ان هي بتبقى وجبات خفيفه على فترات متقاربه، ده بيقلل لي مثلا الالم والشعور بحرقان المعده، بيبقى عندها المقدره ان هي تاكل. طبعا اتباع نظام، حكايه ان احنا نمشي، القعده الكتير غلط، بتديني حق ان السمنه الجامده ممكن تدخلني في قيصريه. ممكن بعض الرياضات البسيطه اللي ما فيش فيها عنف، اللي ما فيش فيها ضغط على البطن، كل ده بيخليني يعني اهيئ المريضه ان هي ان شاء الله تولد طبيعي لو ما فيش اي اسباب تانية ممكن تخليني ادخلها في ان هي تعمل قيصريه. انا طبعا بشكر حضرتك جدا يا دكتوره، وطبعا هو ضيق الوقت مش مساعدنا ان احنا نتكلم باستفاضه، وحضرتك ان شاء الله هتشرفينا في الاستوديو في حلقات قادمه باذن الله، ونبقى نتكلم باستفاضه اكتر، ونتكلم يعني بشكل يعني واضح اكتر من كده. بشكر حضرتك جدا. شكرا. شكرا. واحنا دلوقتي في عياده طب الاسنان مع الدكتوره سحر قاسم، وهتكلمنا عن الاسنان ومخاوف الاسنان، وهتكلمنا عن كل الاشياء ديت. دكتوره سحر، اهلا وسهلا بيكي في برنامج وادي الشفاء. طبعا يا دكتوره، في البدايه هنتكلم عن الناس اللي هي بتخاف من طبيب الاسنان، وبتخاف من الزياره لطبيب الاسنان والعياده، وتقول لك لا طبيب الاسنان كله الا طبيب الاسنان. لو حضرتك يعني هتوجهي رساله للناس دي، ممكن تقولي لهم ايه؟ الموضوع اتغير تماما عن الفتره اللي فاتت. الاسنان بتتقدم كل يوم، حاليا تحت البنت مفيش اي تاثير نهائي تماما. حشو العصب نفسه غير الاول، بيخلص ممكن في نفس الوقت، بنفتح منه، ما بيناش نرجع للخلقه تماما خالص، غير في حالات فعلا تكون مستدعيه ان احنا نخلعها. الموضوع مختلف تماما. على اليونت اي حد بيجي له رعب من بره، بس لما بيجرب الموضوع مره اثنين بيبقى خلاص انتروف تماما. تمام يا دكتوره. طب امتى المريض يحتاج حشو عصب وامتى يحتاج حشو عادي؟ احنا في البدايه لو انا لقيت يعني مجرد نقطه زياده في الاسنان، لازم اشوف دي نتيجه ايه، اروح للدكتور. لو بدايه خالص بيبقى حشو عادي، بنرجع ان احنا نشتغل الحشو العادي في جلسه واحده وبيخلص، بيبقى مفيش اي بين، لا وصل للعصب ده بيبقى خلاص سامع معايا دقيقه بسيطه من مرحله ثانيه، فبنضطر ان احنا نكشف الدهون من تحت ونحافظ عليه، نعمل له فول دامج مغطي للترش نفسه كده، بنتحمي خالص الترش برضه، وبعدنا تماما ان احنا نشيل الترش. تمام يا دكتور. تمام يا دكتوره. وهرجع لحضرتك تاني بس اخد راي الاستاذ في اطباء الاسنان واعرف منه كان جاي يعمل ايه النهارده. ازي حضرتك يا فندم؟ في البدايه عايز اتعرف اكتر بحضرتك. عماد مع حضرتك. كنت جاي عياده الاسنان على اساس كنت بشتكي من ضروسي كانت حساسيتها شديده تجاه السائع والحاجات المسكره والكلام ده كله. فجيت بصراحه للدكتور فشافت المكان بتاعه ونصحتني ان هي تعمل حشو عادي لان هو ما كانش لسه وصل لمرحله العصب. وبالفعل بنعمل عمليه، عملنا عمليه الحشو والدكتوره بتتابع معايا بعد ما عملنا الحشو ايه بالظبط. تمام. يعني حضرتك عايز توضح ان حضرتك كنت بتشتكي وكان الاسنان تعباك جدا، ولكن انت حضرتك دلوقتي متابع مع الدكتوره جلسات، بتعمل جلسات وانت ارتحت على الجلسات اللي فاتت. طب عايزين نعرف راي حضرتك برضو، يعني هتقول يعني الناس اللي هم بيخافوا ايه
ولو هتتكلم كلمه عن وادي الشفاء وراي حضرتك في وادي الشفاء ايه؟ لا طبعا هو في البدايه انا عايز اوضح بس ان انا برضو كان عندي برضو الهواجس الكبيره والخوف من عياده الاسنان يعني، بس بصراحه لما جيت هنا للدكتور لا لا ما فيش رهبه ما فيش خوف، وخاصه تمكن الدكتور في الشغل، وده ساعد بكتير على اساس ان الواحد يبقى مطمئن في الشغل معاه. والمكان زي ما انتم شايفين حضراتكم المكان مجهز كويس وبيتم الشغل في طريقه جميله يعني بصراحه. تمام يا فندم، احنا بنشكر حضرتك جدا وشرفتنا في برنامج وادي الشفاء. وطبعا احنا عرفنا راي الحاله اللي كانت معانا، وهي طبعا بتطمن اي حد بيعاني من اسنان يروح لطبيب الاسنان بدون خوف، يعني الاسنان عالجها، لان الاسنان كلنا ما بنتحملش الوجع بتاع الاسنان، ووجع الاسنان طبعا بيكون شديد جدا وكلنا عارفين ده. الاسنان ممكن تاثر على حاجات تانية مش شرط الاسنان فقط، وزي ما الاستاذ اللي هو كان معانا قال لنا لازم تروح، محتاج اسنانك محتاجه حشو محتاجه اي حاجه، لا عالج اسنانك وروح لطبيب الاسنان بدون خوف. وطبعا الاستاذ اللي كان معانا قال انه ارتاح على ايد الدكتوره سحر، فتحديدا روح للدكتوره سحر في وادي الشفاء في شبرا الخيل. وايه راي حضراتكم ناخد فاصل ثم بعد ذلك نستكمل الحديث مع الدكتوره سحر. صحتك أمانة، في وادي الشفاء دواء لكل داء. معمل إشاعة، جميع التخصصات الطبية، عمليات جراحية، حضانات، انت في امان مع وادي الشفاء. للحجز والاستفسار 031-59-4358 او 010-36-18580. شبرا الخيمة، شارع احمد عرابي، نزل الدائري، ام بيومي. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. رجعنا من الفاصل ونستكمل الحديث مع الدكتوره سحر، وهتقول لنا دلوقتي نصائح ان ازاي الواحد يحافظ على اسنانه يعني عشان ما يصيبهاش التسلس. دكتوره سحر اهلا وسهلا بيك مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا بعد ما رجعنا واخر سؤال مع حضرتك يعني حابب اخده مع حضرتك، ازاي الواحد يعني يحافظ على اسنانه؟ ايه نصائح حضرتك؟ النهارده هحب انا اديك نصيحه ان احنا من البدايه من احنا اطفال نهتم باسناننا، نراعي لو في اي بوينت ظهرت اي نقطه سوداء نروح للدكتور، نستخدم فرشه ومعجون على الاقل 3 مرات في اليوم، ونتابع مع الدكتور. نبتدي من قبل ما يوصل تسوس، في جلسات فلورايد بنعملها بنمنع حدوث التسوس. لا وصل ان احنا وصلنا لمرحله التسوس، لا نعالج، ما نلجاش للخلع. كل ما القيمه بتزيد لو زاد التسوس بيزيد حشو العصب بيبقى اغلى، فاحنا بنبدا بوينت بوينت نعالج دي خطوه عشان ما نوصلش لاصعب منها. دكتوره سحر حضرتك شرفت برنامج وادي الشفاء، ولكن دي الوقت مش مساعدنا ان احنا نتكلم يعني باستفاضه، وان شاء الله حضرتك تشرفنا في الاستوديو ونتكلم باستفاضه اكتر من كده باذن الله. انا مبسوطه جدا ان انتوا معانا هنا في الاستوديو باذن الله. شكرا يا دكتور. واحنا دلوقتي في عياده المخ والاعصاب والعمود الفقري، وهنتكلم عن المشكله الشائعه جدا في الفتره اللي فاتت، وهي تنميل الاطراف، مع الاستشاري الدكتور ايمن عجيب، استشاري جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري. دكتور ايمن اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. في البدايه يا دكتور عايز حضرتك تكلمنا
عن المشاكل اللي هي يعني الشائعه الفتره اللي فاتت وهي تنميل الاطراف. ليه المشكله ديت زادت جدا الفتره اللي فاتت؟ هو فعلا تنميل الاطراف من المشاكل المنتشره جدا في الفتره اللي فاتت دي، وبتقرب حياه المريض، خاصه التنميل ده بيزيد عاده في الليل، فمش بيخليه ينام كويس، بالتالي مش بيصحى بدري كويس، ممكن ياثر على شغله. المشكله الاكبر ان المريض مش بيروح للتخصص المناسب، بالعكس ممكن يروح لدكتور بطنه او يروح على اقرب صيدليه وياخد منها اي ادويه، ممكن يقعد سنتين ثلاثه ياخد ادويه بدون داعي، في حين ان التنميل ده بيكون له اسباب واضحه، هو لو توجه صح وعمل فحوصات صح بيتم تشخيصه وبيتم علاجه بشكل صح. اشهر الاسباب الشائعه، في اسباب بتكون عامه في الجسم ككل، ان يكون في مشكله في الجسم، زي مثلا يكون في مريض مثلا مصاب بالسكر او عنده ضعف في الدوره الدمويه او عنده نقص فيتامينات زي فيتامين د، فيتامين ب 12، الكالسيوم، كل ده ممكن يسبب نفس المشكله دي. في تبقى اسباب موضوعيه، يعني في اليد مثلا ممكن يحصل التهاب في العصب او يحصل مثلا خشونه في الفقرات، انزلاق غضروفي، دي بتبقى اسباب موضوعيه يعني ممكن تسبب نفس المشكله. طب يا دكتور ايمن، يعني في نصائح معينه ممكن حضرتك يعني توجهها للساده المشاهدين وتوجهها للي هو بيعاني من المشكله ديت، بحيث ان يبقى في حد من المشكله ديت، ولا يعني ممكن يكون الاسباب مثلا الاجهزه الالكترونيه اللي احنا بقينا مثلا سبب الموبايل، ان احنا طول الوقت ماسكين السوشيال ميديا والكلام ده ومواطنين، ده سبب من الاسباب ولا؟ النصايح زي ما قلت لك، اول نقطه ان لازم اذا يعني اذا الشخص جات له مشكله التنميل ديت لازم يتوجه صح ويعمل الفحوصات اللازمه ويتم تشخيصه صح ومعرفه السبب ثم العلاج. طبعا النقطه الثانيه ان هو يبتدي يتفادى الاسباب اللي ممكن تساعد على حدوث مشكله زي ديت، زي مثلا القعده على استخدام الكيبورد كتير او استخدام الموبايلات او فترات طويله. نفس الشيء لو في مثلا طلبه بتذاكر وكده لازم يقعد على المكتب جسمه مستريح، ما يقعدش اوز ظهره كده لقدام، لازم يقعد قاعده سليمه مستقيمه عشان ما ياثرش على الفترات العنقيه. وفي بعض طبعا اسباب خاصه بالسيدات، يعني في تناول حبوب زي حبوب منع الحمل مثلا او اي موانع حمل هرمونيه، دي بتزود مشكله اختناق العصب في اليد هنا وبالتالي بيزود التنميل، فبيتم تظبيط الحاجات ديت حسب الحاله يعني. وطبعا احنا دلوقتي نزلنا غرفه العمليات والحضانات، وطبعا عشان العمليات مشغوله فقلنا هنكمل اللقاء هنا، وبنعمل اللقاء هنا في الحضانات، واللي هتكلمنا اكتر عن الحضانات وغرفه العمليات الاستاذه شيماء ضاحي رئيسه التمويل. استاذه شيماء اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا دلوقتي احنا في مستشفى وادي الشفاء، طبعا احنا كنا هنخرج العمليات، فهي العمليات مشغوله ودلوقتي في الحضانات. عايز حضرتك تكلمينا عن العمليات، ايه اكتر العمليات الشائعه هنا في المستشفى؟ اهلا بيكم في وادي الشفاء. كل العمليات اللي بتحصل عندنا هنا اغلبها تبقى النساء والجراحه، كل عمليات النساء بانواعها، القيصريه العاديه، الولاده الطبيعيه بدون الم، القيصريه بدون الم، القيصريه التاب بلوك، القيصريه انها تنزل من سير العمليات لحد اوضتها ماشيه على رجليها، استئصال الرحم، الاورام اللي فيها، كل انواع عمليات النساء. يعني دلوقتي كل انواع العمليات بتاع الخاصه بالنساء متوفره هنا، تمام؟ طب عايز حضرتك تكلمينا اكتر برضو عن الاجهزه الموجوده والاجهزه المتوفره، وعايزك تكلمينا برضو عن الحضانه اللي احنا فيها دلوقتي وايه متوفر في الحضانه. الحضانات متوفر فيها كل انواع الاجهزه اللي متاحه للطفل اول ما يتولد، انه لا قدر الله لو نازل باي مشكله في القلب او في التنفس او في الرئه، كل الاجهزه متاحه بان احنا نقدر نعالجه ونسعفه في الحيل. الاطفال ولله الحمد مش دايما بتتحجز عندنا، ده واضح من منظر الحضانات عندنا، لان احنا مش من النوعيه الاماكن اللي بتاخد الطفل من العمليات على الحضانه لمجرد ان احنا ناخده، لا، لمجرد ان الطفل سليم وكويس بنخرجه للاهل في الحيل. تمام. طيب الاجهزه المتوفره دلوقتي يعني في العمليات، ايه الاجهزه المتوفره موجوده في المستشفى؟ كل الاجهزه متاحه، اجهزه التخدير وادويه التخدير بكل انواعها، ليها اسامي كتير مش انا اللي هفتك فيها، دكاتره ما ادرى بيها مني. الاجهزه المتاحه في الحضانات اجهزه السباب، النيزل، الفنت، كل الاجهزه متاحه عندنا اللي الطفل ممكن يحتاج لها في اي وقت. تمام. يعني حضرتك عايزه توضحي ان كل الاجهزه متوفره في المستشفى، وكل ما يحتاجه المريض بيلاقيه موجود في المستشفى. استاذه شيماء حضرتك شرفتينا ونورتينا، واحنا سعداء جدا باللقاء مع حضرتك. كمان انا اسعد، نورتونا. واحنا دلوقتي مع بعض هناخد راي الزوار في المستشفى ونشوف استقبال المستشفى بيكون ازاي. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ في البدايه عايزين نتعرف بحضرتك. اسمي هدى رمضان.
طبعا حضرتك كنت بتكشفي في عياده النساء والتوليد، تمام؟ عايز حضرتك تكلمينا عن استقبال المستشفى، وعايز حضرتك تكلمينا راي حضرتك في المستشفى، وتكلمينا الاستقبال بيكون ازاي والخدمات المقدمه. تمام. هم بصراحه هنا كلهم على خدمه عاليه يعني، كويسين، والدكتوره اللي انا متابعه معاها كويسه قوي بصراحه، ويعني انا جايه على وصف برده حد من اصحابي كانوا متابعين معاها، فهم اللي وصفوني المكان ووصفوا لي الدكتوره، والدكاتره كويسين بصراحه، المكان كله كويس يعني. تمام. يعني حضرتك عايزه توضحي ان حضرتك يعني عرفت المستشفى من خلال يعني اراء الاخرين. تمام. والمستشفى استقبالها جيد جدا مع الساده الزوار، وخدمه على اعلى مستوى، ده اللي حضرتك حابه انك توضحي. تمام بالظبط. ويعني انا مش اول مره اكشف في المكان هنا يعني، دي ثاني مره اكشف، يعني اول مره اكشف نساء، بس قبل كده كنت كشف في مجال تاني يعني. تمام يا استاذه هدى، واحنا تشرفنا باللقاء مع حضرتك وبشكرك جدا. ربنا يخليك. شكرا. انا اللي اسعد. واحنا دلوقتي معانا حد تاني من الزوار، هنعرف رايه عن مستشفى وادي الشفاء. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. في البدايه عايزين نتعرف اكتر بحضرتك. احمد حسن، شرفت بحضرتك يا فندم. عايزين نعرف راي حضرتك في مستشفى وادي الشفاء، وعايزين نعرف الاستقبال بيكون ازاي. الاستقبال هنا كويس جدا، وناس محترمه على مستوى بصراحه. احنا جينا هنا برده ثاني مره، احنا جينا هنا اول مره كشفنا على كريم ابني، والنهارده جاي مع زوجتي برده عندها كشف النهارده. ناس برده استقبال كويس ورعايه، ودكتوره متفاهمه، وتاخد وتدي مع الواحد كده، وخلقها طويل يعني، مش زي دكاتره كتير كده بتاثر في الكلام، لا بتاخد وتدي معاك وتعرف ايه المشكله عشان تحاول تحلها يعني. تمام يا استاذ احمد. يعني حضرتك عايز توضح ان الاطباء بيتفهموا، وانهم مثلا بيسمعوا للمريض اللي هو جاي وبيفهموا المشكله بالظبط عشان يقدروا يعالجوها. احنا بنشكر حضرتك جدا يا فندم، وشرفتنا ونورتنا. انا اسعد، ربنا يخليك. شكرا. طبعا لتكمله اراء زوار مستشفى وادي الشفاء، دلوقتي في يعني حالات ربنا رزقها بهديه عظيمه جدا، ربنا رزقها بمواليد لسه مولودين حالا دلوقتي، فهنشوفهم هيحبوا يقولوا ايه في المناسبه السعيده ديت وفي اللحظه الجميله ديت، وهنتعرف عليهم وهنعرف ارائهم في مستشفى وادي الشفاء. ازاي حضرتك يا فندم؟ دلوقتي النهارده يعني ربنا رزقك بمولوده جديده، وحضرتك دلوقتي في مستشفى وادي الشفاء، فحضرتك عايز تقول ايه يعني؟ سبحان الله، واحنا بنصور يعني ربنا يعني بعت لك برضه هديه، دي يعني ذكرى جميله جدا ليها، فحضرتك حابب تقول ايه في المناسبه السعيده دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله على رزقه ليا، الحمد لله بفضل الله، ويعني انا طبعا يعني مبسوط جدا بمستوى المستشفى، يمكن الولادتين اللي فاتوا ما كانوش بالمستوى ده، فده بفضل ربنا. طبعا انا يعني من ساعه ما جيت وانا لقيت معامله كويسه جدا، الناس هنا محترمه جدا، متعاونه، لا كل شيء يعني بصراحه مظبوط، يعني انا ما حسيتش باي مشكله خالص، غير ان انا بس كنت متوتر شويه يعني عشان الولاده وكده، بس بفضل الله الدنيا كانت كويسه جدا 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 يعني، الحمد لله. طيب حضرتك طبعا يعني المولوده لسه مولوده دلوقتي، فحضرتك ناوي تسميها ايه؟ سيرين ان شاء الله، سيرين محمد مصطفى. ان شاء الله ربنا يبارك لحضرتك فيها ويحفظها لك ويرزقك دايما يعني ايه بالذريه الصالحه، وتكون يعني خلف صالح لحضرتك ان شاء الله باذن الله. وفعلا والله الكلام اللي انا قلته دوت ما هوش كلام يعني دعايه ولا اعلان خالص، بالعكس انا يمكن اول مره اجي فعلا المستشفى، بس فعلا فعلا لا يعني الاداء مشرف يعني، وانا شايف ان شاء الله المستشفى بيلاقي مستقبل كبير قوي يعني ان شاء الله. واحنا بنشكر حضرتك، وحضرتك شرفت ونورت برنامج وادي الشفاء. الله يكرمك، شكرا جدا لحضرتك. ازي حضرتك يا فندم؟ طبعا حضرتك قبل التسجيل قلت لي ان حضرتك يعني سميت رؤية وحضرتك جدتها. ان شاء الله. فعايز حضرتك يعني حابه تقول ايه في المناسبه السعيده الجميله دي؟ انا احب اقول في المناسبه السعيده دي مستشفى وادي الشفا احسن مستشفى بصراحه، ويعني وقايمين معانا بكل واجب، والدكاتره ممتازه، الممرضين ممتازه، وكل حاجه هنا ممتازين، وروح حلوه، ومفيش استغلال بصراحه، مفيش استغلال يعني، مفيش بعد كده حقيقي. وحتى في ناس جت انا قلت لهم عليها، وفي ناس جايه ان شاء الله يعني، ربنا يكرمها هنا ان شاء الله. وادي الشفا ربنا يعني ربنا يبارك لهم، يجعل ادم السعد عليهم، ويجيبوا حلويات زي ما احنا جبنا كده، ويبارك في الاستاذ احمد ان شاء الله صاحب المستشفى، يوسع عليه ان شاء الله، ويجعل ادم السعد، ويبارك فيكم كلكم. ربنا يا رب يحفظها ليكم يا رب يا فندم. وطبعا بنشكرك على كلامك الطيب ده. نزوقكم والله، نزوقكم جدا يعني، كفايه المقابله الحلوه اللي كانت هنا مقابلنا من اول ما دخلنا. طيب عايزين نعرف هي اول مولوده ولا لا، وايه احساسكم دلوقتي؟ لا اللهم صل على النبي، دي الرابعه
دي الرابعه. والاحساس يعني ما فيش بعد كده، وخصوصي لما جينا هنا بقى بصراحه يعني والله والله مش مجامله، دي حقيقي والله. يعني الحمد لله ربنا يبارك لهم ويديهم الصحه ويكرمهم يا رب يا رب، وكل اللي يجي كده يعني يشوف حاجه الحلوه هنا عندكم والله. الله يبارك في الدكاتره الممرضين والعمال وصاحب المستشفى ده بالدنيا كلها، الله يوسع عليهم ان شاء الله ويبارك فيكم جميعا. ربنا يحفظك يا فندم، ونشكرك على ذوقك وكرم اخلاقك وعلى كلامك الطيب ده، وحضرتك شرفتي ونورتي برنامج وادي الشفاء، ونشكر حضرتك جدا. الله يكرمكم يا رب، الله يكرمكم. شكرا يا فندم، شكرا لله، في حفظ الله يا رب، في حفظ الله. مع السلامه.